أهلا، السلام عليكم، مرحبا بكم. أنتم الآن أمام المتحف اليهودي المغربي، بوحدو من هذا النوع، لا في إفريقيا ولا في العالم العربي، وحنا فخورين بذلك. هذه 15 عام تقريبا باش بدينا هذا العمل، والآن فخورين بهذه الفرصة اللي تعطالنا اليوم لتقديم هذا الجزء من الثقافة المغربية، اللي هو الثقافة اليهودية المغربية. أما تاريخي أنا شخصيا، هذه حاجة أخرى. أنا رجل مو 75 سنة، يعني قرن إلى ربع، وخلال هذا القرن إلى ربع خلقت في الأيام ديال الحماية. بعد كنت طالب، وكطالب يعني ساهمت في الحركة الوطنية بكيفية عميقة. ومن بعد الاستقلال بقيت متبع الأعمال الديمقراطية والاجتماعية إلى آخره من خلال الحزب اللي كنت كنتمي إليه آنذاك، وشيء اللي وصلني كذلك إلى متاعب ما كاين لاش ندخلوا فيها اليوم. أما نهاية الحياة يعني فيها متعة، متعة للعمل آخر في باب الثقافة، في باب الفن. ومرحبا بكم لمساهمة معنا في هذا العمل. شكرا وتابعوني. خلق في 1934، يعني في القرن الماضي، قدماء المحاربين في مدينة فاس، على من جوج بالأب ومن الأم، يعني عائلة فاسية، يعني على الأقل 4-5 هاد القرون، هاد الأجيال، من جهة الوالدة حتى الـ 1666 على الأقل، حيث عائلة ديال أفلالو كانوا في زاوية ديلا ديلائية، انهاجوا يعني ذاك الجزء اللي عمر فاس في أوائل السلطة العلوية. جاء الوليد روافة، يهود روافة أصلا، ولكن جدي هو اللي جا من الريف الفاس، ويقولوا وانا الله يصعب عليا باش نطق او غير نطق، ان جا هربان من قبيله، بعد قبيله اخرى، بعد شي حرب بين قبائل، اللي فيه هو قتل شيق أمغار من الجهة الأخرى. ديك الساعة سيدو، حيتو كيكون فيه سيد، يعني هو كان الشكارة ديال 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 رئيس أو القبيلة ديالو، قال له سيدي صعب عليا باش نضمن حياتك في الأنفة صاعدة. هذا لو مات هادشي تيقولو كيحكيو لينا وحنا صغار. فجاء هذا فاميليات ليفي اللي جات من
مش من جهة من الريف يصعب عليها باش نقول، ما عنديش هاد التفصيل. و استوطنوا في فاس وشيئا فشيئا رجعوا من العائلات الكبار، الى درجه كان جدي كان رئيس الحبره، وكان كذلك واحد الوقت شيخ الملاح، بعد ما كان شيخ الملاح كان شيخ الحبره. الحبره هي كانت واحد المنظمه جماهيريه يمكن نقولوا شعبيه، فيها كتقابل اساسا يعني الموتى، يعني الوقت كيموت شي واحد يعني كيضمنوا ليه القبر بالطقوس اللازمه، يعني خصو يكون واحد كيشوف واش غادي امتى غادي يموت ما غادي يموت، باش يكون كيصلي عليه في الوقت اللي غادي تخرج منه النفس، كيبقى حد معاه يعني الوقت اللازم، ومن بعد يعني الكيفيه اللي باش غادي يدفنوه الى اخره، بحيث هذا الشيء عنده اهميه قصوى في الديانه اليهوديه وخصوصا في فاس، يعني التقاليد ديال اليهود فاس كتفرض يعني واحد. هذه الجمعيه كانت كتقوم بذلك، ولكن تقوم كذلك يعني بواحد النوع من حراسه ديال الامن. وثالثا او اولا كان كتقوم بجمع الخبز والماكلة ليلة السبت ووزعوا على المساكين اللي كتدخل كل دار، ونعطيو على صغير باقي اللي تيجيو كل تاخذوا خبزه او 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 ريال، يمشيو ديك النهار نيتي خصو يتوزع على المساكين. فهذا كان رئيس ديال هاد واحد المده من زمان ثم كان ولو. فهذا يعني عائلة اللي فيها واحد الاهتمام خاص يعني بالجانب الاجتماعي. المدينة الجديدة بدأت يعني في السنوات العشرة بعد 14 هكذاك، مع 1920 تقريبا هاد الجهة تبعت التيران وبداو يبنيو. حنا الوليد بنا هاد الطرف هذا، ما عندوش الإمكانيات الكافية باش يبني كل شيء، بنا غير شي حاجة ووقف. ناس أخرين هنا كانت واحد الدار ما عمرها ما تكملت أخيرا، وهذيك هي اللي كانت تبعت الاولى، هذيك الارض الاولى. ومن اللور كانوا واحد جوج ديور ديال سي سرفاتي وواحده اخرى حداها، هادو كلهم يعني كيكونوا النواه الاول ديال المدينه الجديده بعد 1920 تقريبا، يعني في العشرينيات. والجامع بنفسه تبنى في ذاك الوقت، يعني بدا في 1920 حتى هو في البناء ديالو. هذا جماعة يعني اللي غادي نشوفوه من بعد. فطبعا يعني البناء بناء بشكل قديم وشكل اللي كان تقريبا بحال اللي كان في الملاح ناس بناوه هنايا كذلك. وانا شخصيا هنا واخواني من غير الاخت الكبيره اللي خلقت في الملاح، كلنا بعد خلقنا هنايا شيئا فشيئا. والوليد كيبدل وكيغير وكيوسع المحل باش اولا سكننا، ثم عمل شي كرا باش يتعاون شويه في الله. فالنار الدار الاولى اللي سكنت اللي خلقت فيها هي هذه، ما عاشوش فيها شي حد. ناديه ما بنتلكش، ما كتجيش. صباح الخير، تفضلوا. يقولوا يتفضلوا انتم، هذا محلك هذا ماشي. لا 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 انا غير زي اجي. هو هذا الاصل ديال مسيو ديبي، هادو من الولا اللي تبناو يعني هاد الكارتي هادي. لا الدار يعني الثالثه في المدينه القديمه
الجديده الثالثه في الواقع الدوزيام حيت هذيك اللي حدانا تعاودت. فهنا كنا هو الطايور الاسم ديالك شالوم ماشي شالوم ترجمان هو اصله مصفرو ودابا ما في الصفر ما بقاش يعني اللي بقى اللي باقي شي حاجه وما هو اللي باقي كيكسي هاد عباد الله هنا ياك طاير طاير من داكشي الكبير ماشي زعما. المهم هذا عندكم نتوما غير بيوت بجوج بيوت هاك صافي ايوا زمان جوج البيوت كانوا كيسكنوا فيها لعشرة الناس. انا خلقت في هاد الدار ومن بعد تحولنا هنا تحولنا عنا على شهر ما عقلش انا ولكن هاد الدروز هادي يمكن طلعتهم مليون ولا جوج ملايين المرات حياتي واقي غادي نزيد شي وحيده دابا. دابا هادي المحل اللي فاش خلقت انا طبعا كان شويه احسن. هادي البيت وسط الدار وهنا البالكو هادي دار عندها تقريبا 100 عام دابا قل شي حاجه. هذا هو السطح زمان كنا كنشوفوا من هنا الهري ولا هذا د الواليده هادي ايه لا رام لام بلوكي تما هاش هال الزنقة داك الوقت كانت سميتها غولون فريجوس وبدلات شي ثلاثة ولا أربعة المرات الاسم ديالها ولكن كلشي مازال تيعرفها باسم غولون فريجوس. هادي من هنا عندنا الصلاة ها السطح ديال الصلاة وغتشوفوا من بعد من الداخل شفناش. وهنا كان ساكن الوكيل دافيد افلالو وكيل شرعي دافيد افلالو الله يرحمه. هاد الدالية هي طالعة هنا الدالية هاي الدالية هاد الدالية عندها 80 عام هي القليلة قلت انا نعقل عليها من نهار خلقت كنت يمكنوا غرسوها في ذاك الوقت يعني مع الثلاثينيات هكذا. هذا المحل ديال اللي هذه الدار اللي فاش خلقت وهذه اللي فاش كبرت ها نطلعوا دابا للجامع هانك بسم الله. هذا جهه ديال النساء هادو كيسان تذكار ديال الناس اللي توفاو من هاد الجماع ومن جوامع اخرين وغتشوفوا اخرين الجهه الاخرى الداخل واحد المجموعه مهمه من هاد الكيسان اللي هما زمان هما اللي كانوا كيصلحوا الإنارات لا الجوامع اليهود ولا الجوامع المسلمين زمان قبل من الإنارة الكهربائية بالماء والزيت طبعا. دابا حنا كنديروا لهم بولا كل وحده راه عنده رونق خاص ديالها ديال السناسل وديال الصباغه عليهم وكثير عدد منهم عندهم الفوق يعني فوق من السناسل داك الكف الخمسه الكف ديال الخمسه غادي تشوف يعني الصبع الاول الغليظ فحال الى الراس وتمثل راس ديال شي طير برطال كنقولوا وداك البرطال يعني ما عنده حتى علاقه بالديانه اليهوديه ولكن كاين واحد العلاقه ودية نقول بين اليهود والبريطلات
دابا هذه الباب ديال المخزن اللي فاش كنخزنوا التراث مثلا. هنا غتشوفوا خامية، ومول الخامية كان التراث. كانت هذا أول جامع في المدينة القديمة الجديدة من 1920. تن هذا الزواق هذا كان كيطلب الأموال كثيرة، ولكن في الحقيقة هذا الزواق حنا اليهود كنقول ليه زواق عاشوراء، ما عرفت واش الاسم ديالو الحقيقي، ولكن هذا الزواق هذا حقيقة ما كان شي جامع آخر في المغرب اللي عنده هاد الكثرة وهاد الرونق هذا. كاين وحدين أخرين كيديروا شوية باش كيزينوا، ولكن لهاد الدرجة هذه حقيقة روبين سمعون راه روبين سعدون راه خلا فيه واحد القلب ديالو، القلب ديالو تحفة. وحقيقة هي دي راه تحفة من ناحية الدينية، ولكن ناحية ديال الفنية المغربية حقيقة قليل اللي فاش كنلقاو واحد العدد كافي ومتنوع بحال هذا. فحتى هاد ثلاثة التريات حتى هي من الثلاثينات، انا من نهار خلقت وانا كنعقلهم. اما هنا هادي كنسميوها حنا التيبة، قولوا بالعربية المنبر، هو منبر، لكن منبر اللي خصو يهز على الاقل جوج بنادم، حيت الوقت اللي كنخرجوا التراث باش نقراوها كنحلوها كيكون واحد تيقرا والاخر كيتبع معاه، على الاقل جوج، بعض المرات كيكون واحد الثالث اللي كيعاون. لهذا التيبه شويه واسعه حقيقه. الوقت اللي كنا في الملاح كانوا تيبات صغار بحيث ما كانش المحل، كان يعني الضيق. هنا الوقت اللي وصلنا هنايا فمن هادو من التيبات النوع جديد بالنسبه بين قوسين بالنسبه للقرن العشرين. وهنا هادو كنسميهم تبوحيم، يعني بالعربيه تفاحات، تفاحات عندهم بحال التفاحه. هاد الخدمه هادي حقيقه من الفن ديال اليهود فاس بن قيس ديالها الى اخره، يعني واحد بحال الى متحف ديال هاد النوع من عمل من الذهب، ولكن كثير شيء فضه من طبيعه الحال. نساوش ان قبل من القرن وخلال القرن العشرين كذلك اليهود يعني في المغرب كانوا تيقوموا بتسير ذاتي في الواقع في كل مدينه. كان واحد النوع من اللجنه، نوع في انتخابات ما هناك، ولكن غير هذا الاعيان وكذا وكذا وهذا اللي بعضياتهم، ولكن كيقوموا بجميع ما هو شيء في يد السلطة، ولكن ما فيش في يد السلطة وحتى الأمن، حيث الأمن الداخلي والحبس وداك الشيء كان بيناتهم، خصوصا في مدينة بحال فاس اللي كان فيها مجموعة يهودية مهمة. فهذا جانب ربما تناسى، نوع من الانعزال كذلك، يعني فيه عناصر ايجابيه يعني يكونوا واحد يقوموا بذاتهم، كاين عناصر سلبيه كونهم كيكونوا في حال مجتمع مصغر بقواعد ديالو والعلاقه مع المجتمع الاكبر هي من نوعين، على طريق الصنع او على طريق الاداره. يعني على طريق الاداره هذا الارتباط هو على تشخص في بعض الخليفه او من الباشا الى اخره، او اللي كيخدموا في دار السلطان
أما العنصر الآخر يعني ديال الاتصال مع الشعب بصفة عامة، كان بمستويات. كاين مثلا اللي عايش في وسط المدينة بحال الوليد مثلا، كان عنده الحانوت ديالو في وسط المدينة، كيعمل كان كيعمل بريزونطاسيون دو كوميرس كتقول ليها بالعربية، كان كيبيع البراد الغايط، تيجيبو تيستوردو من مانشستر ويبيعوه في فاس مع أصدقاء، ومنهم صديق الحميم للحياة ديالو كلها هو المرحوم سي هشام القصري، جدو ديال العميل ديال الدار البيضاء. فهذا يعني كان حقيقة صدقة سكتة باللوازم ديالها. بلا ما ندخلو في هاد الجهات هادو، فحياتي كلمة كبيرة يعني، حياة ديال كل مغربي اللي هي السن تاعي. يعني يمكن نقول بأن حياتي دازت على فترات غنية تاريخيا، هذا أكيد. خلق في 34 يعني الوقت اللي النازية طالعة في أوروبا، الوقت اللي في الجبهة الشعبية في أوروبا في فرنسا كتحاول تجاوب، الوقت اللي تبدل يعني شيء أما نتيجة ذلك، ونتيجة كذلك ديال طبعا للنمو ديال الحركة الوطنية في البداية ديالها، ولكن نمو كيف ما كان الأمر. ففي الثلاثينيات راها عندها واحد القيمة في التاريخ ديالنا، في تاريخ المغرب بصفة عامة، لا بتوسع يعني الأفكار الوطنية، ولكن كذلك القمع اللي بدأ في 38 39 لآخره. في ذاك الوقت يعني ما محل اليهود من الإعراب، ما محلهم الإعراب. الحمد لله احنا في واحد المؤسسة كتسمى المتحف، عندنا فيها واحد الوثيقة ما نكره شيء تشوفوها، وثيقة فيها كلام اللي ربما يغير الرؤية للشباب الحالي على الماضي ديال اليهود في هاد البلاد. يعني الا سولتي دري اليوم يقولك اليهود باغيك يعني كيمشيو لاسرائيل ولا كيمشيو لفرنسا وصافي، هادشي اللي يعرف عليهم. الى هذا اللي ما بغاش يمشي بعيد. وفي هاد الوثيقه اللي عندنا هنا غير في هاد البيت هنا، مضيام واحد السيد سميتو عزوز كوهين. عزوز كوهين كان صديق الوالد تاعي، تيقول في لافته، وفي ذاك الوقت باش تخرج لافته خصك تكون يعني عارف كتعمل، خرج لافته بالفرنساويه والعربيه بحروف عبريه، تيقول ها العار خصنا نتكلموا، خصنا نتعلموا العربيه، خص المدارس ديالنا تقري لنا العربيه. تعلموا بين خلق كلنا غالطين واحد الغلطة كبيرة، وديما يكون عندها دواء غير نفطنوا بها. من حيث الغرب يعني المغرب دي فاس خلقنا ودي فاس عايشين، اللسان الرسمي ديالو هو العربية الفصحى، يحب يقول القراية والكتبة للمسلمين الى اخره. فتقول لابد ما نتعلموا كذلك الفصحى. علاش؟ حيث غدا المغرب غادي يكون ما تيقولش يعني هذا، ولكن يقول غدا يعني اللغه الرسميه ديال البلاد غتكون العربيه. فهاد تعليمنا بالفرنساويه ماشي كافي، كيطلب باش الدوله تعلم يعني دخل العربيه
في المدارس اليهود. وهذا لافيش تاريخها 1931، يعني كتبين واحد الوعي عند واحد الفئة وواحد الشجاعة السياسية باش يخرجوا مثلا هذا لافيش بالفرنسوية وبالعربية. والسيد اللي مضاها سميتو عزوز كوهين في فاس، انسان معروف في المجتمع الفاسي لبدايات هذا القرن حتى منتصف القرن العشرين. ما معنى هذا؟ فمعنى هذا انك في ذاك الوقت في الثلاثينيات كان في الوسط ديال اليهود المغاربه خصوصا في فاس مكناس دار البيضاء، ربما جهات اخرى ولكن كنتكلم على اللي كنعرف بما فيها صفر فعلا، ولكن هذيك فاس صفر يعني مدينه واحده. ف كان حركه اللي كتوضع السؤال ما هو مصيرنا؟ ها قرون وحنا عايشين في البلاد بدون بلا ما نكونوا مواطنين في نفس المستوى ديال المسلمين. هذا واقع، ما ترانا هذيك حاجة أخرى، ولكن ما عندناش حقوق. والآن دابا أمام مغرب جديد، دخول الفرنسيس بدل الطرح. دابا الطرح في المستقبل شنو هو الطرح بالنسبة إلينا؟ واش حنا مغاربة؟ وهنا كانت كيطرحوا القضية في الثلاثينيات، الشباب والمثقف كيطرح القضية. وهناك تيارين من الخارج جايين من الخارج. التيار الأول جاي من فرنسا تيقول خصكم ترجعوا فرنسيس، في حال ما وقع الجزائر أو الطرف من التوانسة إلى آخره، فغادي تقراوا الفرنساوية ومن بعد ترجعوا فرنساوية فرنسيين والنبي عليه السلام. كان تيار آخر صهيوني تيقول لا، ما كنقولوا لكمش تمشيو أو ما تمشيوش، ولكن انتم يهود خصكم تبقاو يهود، يعني تبقوا على هذا الوتر. هذه هاد التيارات بجوج قبل من الربعينيات عندهم قيمتهم ولكن ما عندهم شيء جماهيرية. وهناك التيار الثالث اللي تبلور في الثلاثينيات وخصوصا ايام الجبهة الشعبية في فرنسا الفرون بوبولير، نظرا لعدة اللي كيطرح القضية ديال حنا مغاربة يهود، كيطرحوا كيفية وكيفية أخرى، وباقي كيبحث ولكن كيطرحوا على طريق الأفكار الاشتراكية اللي جاية من أوروبا، من فرنسا والاتحاد السوفيتي. شي يخرج شيوعيين، شي يخرج اشتراكيين، والأغلبية منهم يعني تيطرحوا غير قضية بعدا شكون حنا، شنا حنا شكون، وفي نهاية المطاف تيقولوا حنا مغاربة وعندنا ديانة خاصة وعليه ونبي عليه السلام إلى وصول هذه النتيجة هذه. ففي هذا الإطار هذا أظن كتطرح هذا النوع من لافتة وهذه الأفكار، يعني إلا حنا مغاربة خصنا عربية، خصنا نتعلموا العربية، إلا حنا مغاربة خصنا نتصلوا مع إخواننا المسلمون إلى آخره. كانت واحد الأفكار منتشرة، ولا سيما أمامها أمام اليهود كتلقى اليمين الفرنساوي. اليمين الفرنساوي لأن في ذاك الوقت تيميل الألمان، تيميل الفاشية، وغادي ينتصر خلال بعض الشهور في أيام بيتان بعد الانهزام ديال فرنسا. فهناك واحد حياة سياسية بدأت كتبلور داخل الأحياء اليهودية، بدأت كتبلور
خصوصا عند الشباب، ولكن في 39 40 الى اخره. فهذاك الجيل كان له اتصالات متينه مع شباب الوطني. في عائلتي رجل خالتي، رجل عمتي المرحوم أمير مالكة، كان يعني طبيب أسنان فاس، طبيب أسنان ديال الشكل القديم، ولكن دائما قدو قد العصريين، وكان عنده اتصالات على طريق الصناعة إلى آخره، وكان كيكتب كصحفي. ف الايام الاولى ديال الحرب العالميه، ولا سيما ملي دخلوا الحبس حيث الوطنيين ما خصهم شيء، فهو كان يعني رجل اللي بقى وطني حتى الاستقلال، ومن بعد الاستقلال، ومن بعد يعني مشاكل يعني لعب، ولكن انسان اللي لعب اللي قام يعني ب سيريا مدة طويلة من الزمن، ولما كان يكيبين منها إلا واحد جانب، كونوا مثلا في الميدان الرياضي كان مع الماس، يعني من القلال يعني، وربما كان واحد، ولكن ديما كان كيلعب دور في واحد في فرع من فروع الماس. فهذا مثال، ولكن في اللي كنعرف انا عليه هو كان كيوصل الماكله للمساجين، كان ولكن اللي ما عرفني عليه الا في اواخر حياته هي الدور ديال نظرا اللي كان كيداوي العيالات في القصر الملكي، يعني بعض المراسلات شفهيه او لا ما نعرف اللي كان تيقوم بها، وبعض المواعيد اللي ربما تربطوا في منزله. فهذا يعني ماشي شي هذا وطني لعب دور ديالو صافي، يعني مواطن اللي خدا يعني كيف ما كان الامر واجه يعني خطر وشيء اللي دا به بعض الايام ديال الحبس، ماشي شي حاجه كثير، ولكن كيف ما كان. كونت عائلة ديال 8 ديال النفوس في ظروف صعبة من الحرب العالمية الثانية، حيث قبل من الحرب العالمية الوالد كان لا بأس به، لا بأس عليه، يعني كيمثل كما قلت لكم كيبيع كيمثل بعض ديور السلعة من انجلترا، ولكن جا الحرب بقى
انتقلت بارك الله 8 ديال النفوس و حتى ال 47 اظن اللي فاس عاوتاني لقى خدمه اخرى. خلال ديك السنه ديك السنوات كلها يعني الوالده مع الوالد طبعا وقفوا باش يبقى يعني المستوى ما راه ثقافه قديمه ما خصش يعني ما يجيبوش الطيوح. بقينا كلنا في المدرسه من غير الاخت الكبيره الله يرحمها اللي كانت في القسم البكالوريا وطردوها بحيث ما نجحتش البكالوريا ذاك السنه في الربعين. قال لي ما اللي يهودي الا ما ربحش ما يدوبلش وطردوها خرجوها منها. كانت يعني سقطت غير في الفلورال وخرجوها مشات كتخدم يعني عاونت الفاميليا بالاخره في ذاك الظروف يرحمها. ف كنا على الاقل بكالوريا كان ضروري يعني هذه كان يعني الالحاح ديال الوالده وديال الوالد. و نعقل الوالده كيفاش كانت كتخرج القرش من الحجر مثلا. واحد النهار نعقل عليها نهار خدات يعني دوك المويسترات دوك الطريفات ديال التوب ديال غرزاتهم كلهم وبعتهم اش من يعني طريفه يلاه غرز في القيره كلشي كان كيتباع في القيره الكبيره كل حاجه بغيتي تبيعها كتبيعها. ولكن شكون غادي يجي لي الفكره باش غادي يغرز هذوك الطريفات ديال 10 على 20 ولا 10 على 15 باز هذا من. وكيف ما كان الامر يعني كونات رجال وعيالات انا يهودي غير عادي عادي وغير عادي عادي بحيث نهار الخميس ونهار الحد كنا كنمشيو نقراو في المسيد اليهود كل خميس وكل يعني النهار ديال العطله ما موجودش بحيث انا كنت كنقرا في المدرسه بنصارى حيث الوالد الله يرحمه بنى دار ديالو في البلاد الجديده دار دبيباخ كيقولوا ليها بالله يعني المدينه اللي تبنات ابتداء من العشرينات. الدار ديالنا بناها الوالد بدوك الدريهمات اللي كان جمع دويره غير متواضعه ولكن الرقم الثالث في البني ديال ذاك الحي. واحد جوج ثلاثه ديور لاصقين تقريبا ملاصقين بعضهم بعض بثلاثه كانوا ديال اليهود اللي شراو الارض بديك خم ما عرفت شحال ربما قرش المترو ولا ما عرف داك الشيء. والوالد يعني شرا داك الشيء من بعد يعني كان كثير عليه اضطر يبيع عاوتاني طريف منه باش يبدا يبني. كما كان الامر كانوا دوك ثلاثه ديال الديور هما ثلاثه ديور الولا اللي تسكنوا من غير العسكر وداك الشيء ديال فرانسيس في دار دبيباغ. دار منهم بقاو باقيين جوج ديور واحد ديالنا وواحده اخرى اما الثالثه ما عمرها ما كملت. ف في نهايه المطاف تبعت وبناو شي حاجه اخرى في بلاصتها. ف هذا ربما الناس كيقولوا البلاد الجديده هي البلاد ديال النصارى. اللي كنعرف انا على مدينه فاس مختلف على ذلك. مثلا يعني الديور الاولى اللي تبناو هما اللي قلت يعني ثلاثه ديال اليهود بحيث الملاح عامر طقطق ديال الناس والناس باغيين يشموا شويه الهواء بدات بات ديك الامكانيه. بعض المسلمين شراو كذلك ولكن من بعد وشراو خصوصا فيلات
خلال الحمايه كنقول فيلات حيتو كانوا الناس اللي عندهم امكانيات. اما هادو عائلات ديال اليهود يعني غير على قد حالها وصافي، ياخذوا 300 ولا 400 متر ديال ويبنيو عليها باش يسكنوا يعمل لها انتريت ديالو بهذيك الكيفيه باش هذا هو. ف الشيء اللي جعلني خلقت في حما من المدينه الجديده فيها هذه الزنقه ديالنا كلها كانت ديال اليهود الاصل، السكان ثلاث ارباع نو نقولوا النص النصارى ممدوع نوع النصارى برتقيز واسبانيول وداك الشيء، والنص اليهود بعض المسلمين قلال يعني خصوصا في البيع والشراء وداك الشيء. وديك الزنقه فيها الجامعه الكبير اللي كاين في المدينه، وجامعه من عندنا التصور هنايا كذلك يعني من اروع ما يكون جامعة ليو كنقول. فهذيك في ديك الزنقه من المدرسة المدارس اللي قراب هما مدارس ديال النصارى، فالوليد يعني حاول باش يدخلنا في هذوك المدارس. كاين بعض من خواتي اللي دخلوا مدارس الاليانس، وبعض اخواتات وانا قرينا في المدارس ديال مع النصارى. قبل من الحرب العالمية الثانية ما كان مشكل، ولكن نهار اللي جاء الحرب العالمية الثانية هذيك حاجة أخرى. مع كل اسف انا كنت كنقرا مليح يعني دري كي مجتهد الى اخره. فنهار نهار اللي فرنسا تهلكات وطلع بيتان للحكم وتفرض على دوك المدارس ديال النصارى ديال فرانسيس، تفرض عليهم النظام فرنسا يعني خصكم تطردوا ليها. ما كاين مشكل، ولكن اكتوبر 41 جاء فاتح اكتوبر، جاء نهار كبور نهار ديال العيد اللي ما يمكن حتى يهودي يخرقوا. فاليهود ما مشاوش للمدرسه ذاك النهار ولا غدا، قالوا دو ما كنتيوش البارح خرجوا. فبداو يلا كيعمروا البلتان سورتي وهذا وهذا وهذا، وبقينا واحد جوج ديال الدراري من السنه الاولى غادي ندوزو السنه الثانيه كنتسناو دابا يجي راه عطيونا الكوريه. بقينا كنهضروا يلا انت اش غادي تعمل انا اش غادي نعمل، كل واحد بدا تيختار. انا اخترت خراز، الاخر ما عرف شنو ما عقلتش، غادي نمشيو نخدموا صافي هادشي اللي كاين. فالدراري ديال 8 سنين ماشي 8 سنين قل شي حاجه. صعب شويه طلعت تجي المعلمه ديال مع المدير، والمدير كيغوت، مدير من ديك الطائفه ديال بيتان تيسي، يقول مدام سيرتيلونج اون فير ان اكسبسيون مي بون. داك الثاني اللي معايا اتصاب من باه مات في الحرب، باه يهودي فرنسي مات في الحرب
ما عندهم ما يديروا لي بيبي لا ناسيون صافي. انا هذيك الاستاذه قد كتلوح تلح 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 لاسباب يعني ما عندهم شيء بين يكون هذا الاطار ديال لاسباب حيث كانت يعني في خلال السنه الدراسيه اللي فاتت يعني كنت كنبين بعض الجوانب اللي ما كتنتظرهمش من الدري ديال سيني. هذه اللي كان ربما هكذا كنفسر له. فبقيت في ديك المدرسه كاستثناء. وما معنى استثناء؟ ايها استثناء هو يعني الا كاينه شي عصا تاخذها الا كاين ولا هكذا. بعدا قالت لي داكشي في دماغي. انا كنعرف غير نهار جالس يعني كنكتب عملت افريكا بلا لافريك بلا ما ندير ليها الالف الكبير نصران. شكون هذه المديره؟ ماشي حتى الاستاذه ديالي مالها؟ قول لي بين خصو هذا مثال. المهم عام اخر جاو الامريكان كنت ما عمري ما كنت الاول في القسم ولكن كنكون الاول ديال الذكور حيث كانوا ديما واحد ثلاثه ديال جوج ولا ثلاثه ديال الصانيات يعني تهلكوا كل شيء. وانا كنت كان لو شيف دي غارسون يعني لو بروميير دي غارسون. فكانت واحد العاده عندهم في ايام الحرب الرايه ديال فرنسا خصها تطلع مره في الشهر النهار الاول ديال الشهر وعاوتاني تنزل في العشيه. شكون كيطلعها؟ جوج مخيرين راجل ولد وبنت من واحد القسم ثم القسم الاخر ثم القسم الاخر اخره. من طبيعه الحال خلال 41 كله وطرف من 42 ما عمرو ما وصل الدور ديالي وما جاتنيش كاع البال باش يمكن له يجي. ولكن جاو الامريكان وهذاك معروف بان راه ربما يمشي للحبسه ولا يمشي خصو يعمل شي مجهود على راسه شي تيسي. انا خرجت منها 53 ما عمري ما رجعت ليها الى اليوم هذا. كان دوز حداها ولكن الذكريات اللي فيها كاين اللي مزيان يعني من النتائج والبكالوريا داكشي وكاين لي المضاربات مع لي بيون مع داكشي مع هذا بحال العاده بحال كل شيء. كل واحد كياكل العصا وكياخذ نقاط. كاين الكفته هي اللي كياخذ غير الزيرويات هذاك ما كيطولش دغيا. ولكن انا طولت هنا. كيفاش كانوا هنا عهد النصارى ياك؟ شكون النصارى؟ كانوا النصارى واليهود والمسلمين. كان في القسم ديالي كان دريس غروشني كان العروي. العروي في السنه اللي من بعد ماشي في هذه السنه حتى مشيت الرباط. ايوا كانوا دكتور جوري كان شكون؟ جيلبرغ فرونسي ما كانش. لا شي رقبه قبل مدام جيلبرغ راه نص قرن تبارك الله. اي بارك الله. ايام استعمار اللي كانت كنسمى هذه
ليسي ميكس دو فاز مي مانطون او لا او شي تبدلات دابا ما تبدلات والو كما كانت تقول غير تقول غير 50 عام دازت في والو يلا اللي تبدلوا هاد الوجيهات هادو صافي تبارك الله عليهم بميغ اكتوبر انا كنت يعني في هذا القسم هذا في الاول مدام سيرتيلان جياز المخيره فيهم وغادي ندوز هذا القسم ديال مدام فحيمه وزاد فلوس ثاني بميغ اكتوبر فيه نهار كبور طبعا حتى يهودي ما جا لا غداك يا بن سيدي بداك يلاه اليهودي تيجي تيقول ابونيتي با لو بروميير جور لا رونتري بولتان سورتي بولتان سورتي بولتان سورتي بولتان سورتي وصل واحد الجوج اللي بقاو واحد سميتو أغنو باه مات في الحرب ما عندهم ما يديروا ليه هذاك بيفي دو لا ناسيون ما عندهم كيفاش يديروا ليه وانا مدام سيرتيلانج الله يذكرها بخير والله الله يرحمها ما نعرف قالت هذا ما يخرج بقات كدافع دافع مع التيسي الى اخره قال لي حتى في الاخر جاو قال شوف سي جامي تي بوج تي في كذا عندي ديك الساعه 8 سنين عام من بعد وقعد لك القضيه ديال الرايه ديال فرنسا حيت هنا نعقل واحد النهار هنا كان الوقت اللي قبل ما يجيو الامريكان كان الحرب كنا كنطلعوا لو درابو ديال لا فرانس ولكن عاش يهودي غادي يطلع لو درابو ديال لا فرانس بزاف عليه ما بغاوش حتى نهار جاو الماريكان ايوا تضطر قال لي غتهبط ما تطلعوش ولكن تهبطوا في الليل وكان هنا لو درابو هنا جيت جا كانت واحد البنيته وانا غادي نهبطوه وانا بن سيدي بون او درابو لا مارسيياز وداك الشيء يوم هو ما خلاش قلبو باش يجي يحل داك سميتو القنب ويعطيه لينا بحال كي كان يدير العذاب بقى تيشوف وانا مع راسي ولا يمكن يعني عندي 9 سنين ذاك الوقت حلت هذيك الوقت اللي حلته جا كيجري كيفاش تيوس توشي لو درابو دو لا فرونس وطاف عطاني واحد جوج الطرسات باقي كتحرقني القضيه ديال الرايه ديال فرنسا حرقتني صعيب باش الواحد ينسيها بحيث ما عملت حتى حاجه عيبه والمدرسه كلها مستفى وهو تاخر باش غادي يعطيني ديك القنبه ولو كان ما جاش الماريكان عمرو ما يعطيها ليا ولكن جا الماريكان ديك الساعه تبدلت الوضع خصو يبدا يبين بينه شويه ليبرالي ولا ما نعرف ما خلاش قلبو يعطي الخيط ديال الرايه ديال فرنسا لواحد اليهودي ما جاتوش قلبو ما استطاعش قدام المدرسة كلها ما عمري ما قلتها لوالديني إلى آخره خير هاد الأيامات غير بديت كنهضر في هاد الشيء الظروف ديال اليهود يعني كانت صعيبة يعني ولكن كانت أقل صعوبة مما هو فرنسا أوروبا بصفة عامة يعني كنا كنسمعوا داك الشيء وكان ولكن كانت حاجة اللي حقيقة ذاك الوقت اليهود خصهم يعمروا شحال شنو هما يعني الأملاك ديالهم وعندهم يعني واحد العدد ديال المهن ما يمكنهمش يدخلوا ليها ممنوعه عليهم كاين بعض المهن اللي كانوا داخلين بها عليها خرجوهم منها كاين بعض الاحياء ديال المدينه اللي كانوا بناوها وسكنوا فيها عاود خرجوهم منها حنا ما خرجوناش منها بحيث حنا كنا الولا يعني الى حدود ما عرفتش شي تاريخ ديال 30 ولا داكشي اللي قبل منه ما كان يكون كان صعيب عليهم باش يطردوهم اما يعني ما تبقي العداد اللي كانوا طلعوا من المدينه من الملاح واضطروا يرجعوا لديورهم يتركموا على والديهم الى اخره خلال هذوك الايام ديال اللي طالت يعني الحكم ديال بيتان ونهايه الحرب العالميه ولكن من جهه اخرى كانوا اساتذه اللي تدافعوا عليا اللي ديال الفرنساويه ولا ديال وخصوصا ديال الاسبانيه وديال ديال التاريخ والجغرافيا وهذوك يعني كانوا هذوك كيساندوني هما اللي عاونوني باش ناخذ يعني المنحه
في نهاية المطاف كان ما كانش مين حام عارفوش غادي نقرا ولا ما نقراش، ولكن وحكاو لي من بعد يعني معركة اللي قاموا بها باش يفرضوا الحق ديالي في المنحة، وخذت منحة وهكذا استطعت نقرا بلا ما نخلق مشكل جديد للدار. الحدث السياسي الاول كان مبكر عندي هو خلال الحرب العالميه الثانيه، فذاك الوقت كان يعني اليهود تيحسوا بواحد واش غادي يبقاو ولا غادي يوقع ما يوقع. طبعا انا دري كنحس هذاك التفكير عند الوالدين وكيوصل عندي شويه مرطب، ولكن هذه كانت التجربه السياسيه الاولى يعني الحرب العالميه الثانيه. طبعا ما غاديش احنا الحرب العالميه الثانيه الجيل ديالي الوقت اللي خرج منه عمل واحد كبيره وبقى تيخمم في حوايج اخرى، يعني ها الرياضه هكذا ها السطيح ها الريح الى اخره. يعني هاد السنوات من بعد الحرب العالميه يعني 45 حتى الخمسينيات يعني سنوات ديال الدري تينمو تيحاول يجرب راسو فهنا وهنا وهنا بما فيها الرياضه بما فيها. اما وفي واحد المجتمع في شكل المجتمع ديال المدينه الجديده في فاس يعني عنده راسو راس في الملاح وراس في باريس ولا ما عاد فين، المدينه بعيده علينا فاس يعني خصك تعرفوا لان الجغرافيا ديال فاس بين المدينه الجديده والمدينه القديمه كاين فاس جديد والملاح. اما باش توصل للمدينه القديمه خصك تاخذ الطوبيس ولا الى اخره فحال كتمشي مدينه اخرى، وحنا حياتنا كانت يعني مربوط بين الملاح وبلاد جديده بما فيه طبعا فاس جديد يعني شويه ديال والمسلمين اللي كنا نشوفوا في المدينه الجديده. يعني واحد الجيل اللي كبر في واحد الشكل مخضرم الا بغيتي تقول. فالسؤال اللي كنت كنطرح على نفسي يعني انا ايه، واش انا مغربي، واش انا فرنسي، واش انا يهودي، واش انا هادشي كله في مره، واش شنو المستقبل ديالنا، واش غادي باقي ما كطرح القضيه. طبعا القضيه الوطنيه مطروحه ولكن باقي ما تتوصل الادمغه يعني كات بون هكذاك شويه بون هناك وطنيين تيقولوا على خير. وهكذا حتى وصلنا للبكالوريا الاولى باقي ممكن نقول بينا في البكالوريا الاولى انا باقي عندي تفكير شويه ديال الدري يعني باقي ما دخلت لي الدماغ يعني الوضعيه الحقيقيه يعني. وهذا 51 52 وقعت الحوادث ديال الدار البيضاء. يعني يمكن لي نقول بين الجيل ديالنا هو اللي اول يعني ساهم، لا ما يمكنش نقول من اول ساهم لهذا الجيل تطرحات يعني بكيفيه جماهيريه فكره اختيار مغرب او غير مغرب. هذا الاختيار طرح هكاك، اما الجيل اللي قبل منه كان كيطرح كذلك هذا السؤال هذا ولكن بشكل اخر بالمشكل ديال فاشيستيه ولا ديمقراطيه ولا كذا ولا كذا. اما الجيل ديال اللي طرح يعني هنا ها محمد الخامس مشى ها الشعب ناض فين كانت بلا كان ما محلنا من الاعراب هذا هو. نقول غلاله خرب الدار والبلاوي يا غلاله
Thank you.